بسم الله الرحمن الرحيم. هل يمكن إحياء العلاقة الكرمية أو إصلاح العلاقة السامة؟ أصعب سؤال أنا بقابله في تحليل الخرائط التوافقية، لما واحدة تيجي تحلل خريطة توافقية وتطلع إن العلاقة دي علاقة سامة أو علاقة كرمية ومتعبة، وبالفعل الإنسان ده بيكون أصلا بيعاني وتعبان جدا من العلاقة، وبذل كل مجهوده وعطى كل الطاقة بتاعته وتعب إلى ما شاء الله من التعب وحاول إلى ما شاء الله من المحاولات، ومع ذلك لسه متعلق في الشخص ده ولسه بيحب الشخص ده ولسه مربوط فيه. فأنا بكل حسن نية بحلل له الخريطة عادي جدا وأقول له يا عمي دي خريطة سامة أو دي علاقة سامة، ما تنفعش، أنت مضرور، انت فيه ضرر واقع عليك في الخريطة، المفروض تطلع من العلاقة دي. وهنا تبتدي الحرب بيني انا كمحمد وبين الزبون اللي شغال محامي لحبيبه اللي هو لسه متعلق فيه. انت ليه تقول عنه كده؟ ايوه هو بيضرني بس انا بحبه. لا، لازم تشوف لي الايجابيات، انا ممكن اصلح العلاقة، احنا ممكن نكون حلوين. هو احيانا بيفهمني واحيانا بنكون حلوين. هو فعلا كان حلو معايا بس الفترة الاخيرة بقى وحش. فالمهم ان الزبون اللي جاي يحلل عندي بيبتدي يتحول الى محامي، محامي للعلاقة، محامي بيدافع عن حبيبه اللي هو مضرور منه. وانا عملت فيديو قبل كده عن الحاجات دي وقلت يا جماعة لازم نقف على الحياد، لازم نقف على الحياد، في شيء اسمه العلاقات الميتة ما ينفعش فيها علاج، اسمه ميت. ينفع تجيب ميت وتديله حقنة تصحيه من النوم ولا تصحيه من الموت؟ ما ينفعش، الميت ما بيصحاش. في حاجة اسمها العلاقات الميتة، اسمها العلاقات الكرمية، اسمها العلاقات السامة. انت لانك يعني مأذي من العلاقة ولسه مضرور فيها ولسه يعني مربوط فيها وادمنت العلاقة، فخلاص مش قادر تتخلى عنها. هم دول بقى الزباين اللي بيتعبوني، يعني دول فعلا الزباين اللي بيبص بيكفروني ان هو لسه مرتبط في حبيبه وجاي يعمل خريطة توافقية. طب انا قلت لك ان دي علاقة سامة وجبتها لك بالتدريج واحدة واحدة، بالتدريج واحدة واحدة، انا ايه ذنبي؟ طيب انا ماليش ذنب ان دي علاقة سامة، وماليش ذنب ان دي علاقة كرمية، وانا ماليش ذنب ان في مشاكل بينكم بتحصل، هي الكواكب اتصالاتها زفت قدامي والوضعيات بتاع الكواكب زفت، انا مش بيدي حاجة. الخريطة التوافقية ما بتتغيرش، هو تاريخ ميلادك بيركب مع تاريخ ميلاده بيدي خريطة، ما بتتغيرش، الزمن ما بيغيرش فيها، اللي بيغيرها بس ممكن الوعي، إن الشخصين يقعدوا مع بعض يصلحوا عيوبه، هو ده اللي ممكن يعدلها، هو ده الشيء الوحيد اللي ممكن يعدلها، إن احنا نجيب الطرفين ونحلل الخريطة في وجودهم ونقول لهم يا جماعة لو سمحتم صلحوا العيوب اللي بينكم، إن هم يقعدوا بالتراضي، بالتراضي فيما بينهم ويصلحوا العيوب ويتناقشوا في العيوب ويتقبلوها ويصلحوها وكل واحد يعترف بغلطه. فين الفرصة دي؟ مش دايما بتحصل، مش دايما بتحصل انك تجيب انسان تقعده وتعرفه بعيوبه وهو يتقبلها وكمان يصلحها، مش ممكن الكلام ده عند الكل، يمكن 1% من الناس اللي ممكن يحصل معاه الكلام ده، وبقيه الناس اصلا طفشانه واللي بيدور على بديل واللي اصلا مش عايز علاقات واللي 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 واللي، مش كل الناس عندهم طولة بال. فلذلك لو كان الطرف الاخر ما عندوش استعداد انه يصلح العلاقه او انه يحسن العلاقه، فاذا العلاقه دي علاقه ميته ولازم تنتهي، انت اللي هتنهيها او الزمن غصب عنك وغصب عن خشمك الكبير قوي اللي وزنه 10 متر وعامل زي البطيخة هتنتهي، مش بيدي انا ولا بيدي اي شيء خالص، ولا لي اي دخل في العلاقة دي اصلا من اساسه، لا بالقليل لا بالكتير، لكن فلكيا العلاقة دي مضرة ليك. طب انت لسه متعلق فيه وهتموت عليه، انا ماليش دخل بقى، انا مهمتي انتهت لحد ان انا بوضح لك وبديك النصايح والارشادات، الجزء الباقي ده قرارك انت الشخصي، انا لا دخل لي في قراراتك الشخصيه خالص، ما ينفعش اتدخل. انت بقى تحبه ما تحبوش، تفضل قاعد معاه
تصلحوا العلاقة، تبوظوا العلاقة، انتوا حرين، انا ماليش دخل. طيب دي حياتكم، انتوا حرين فيها. تيجي تنصح الولد او تنصح البنت تلاقيه اتقلب محامي، محامي للعلاقة، محامي لحبيبه. يا ابن الحلال انت مضرور منه اصلا، انت وقع عليك الضرر واتبهدلت، ولسه برضه تحت تأثير الحب جاي تدافع عنه، والمشكلة انك جاي تدافع فيا انا، ولا جاي تتخاصم معايا انا. انا ايش دخلني في العلاقة؟ انا راجل قدامي خريطة، وقدامي جدول اتصالات، وقدامي كواكب مرسومة قدامي بس، وكوكب متراجع، وكوكب في وباله، وكوكب مش عارف ايه، وبس ادي اللي قدامي. انا ولا اعرفك ولا اعرفه، ولا شفتك ولا شفته، ولا عايز اشوفكم اصلا، ولا ليا اي دخل فيكم. انا اتعامل مع الكواكب بس، افهم، انا اتعامل مع الكواكب ككواكب وبس، زي اللي بيحلل عينة الدم كده، ياخد عينة الدم يحللها، يقول والله عينة الدم دي مثلا مش عارف فيها فيروس او ما فيهاش مثلا كده. انا هو ما يعرفكش، هو ما شافكش، هو ما شافش عينة الدم. انت بقى تقبل بالنتيجة، لا تقبل، تحب تتعالج ما تتعالجش، انت حر، هو ما يجبركش، مفيش اجبار في اي شيء. ويا ريت الناس تبطل تشتغل محامي للحبيب او الحبيبة بتاعتها، بعد كده الناس بتتأذي وبتخش مصحات نفسية وبتخش مستشفيات وتدمن وتتبهدل، وكل ده بسبب انك عايز تشتغل محامي، تشتغل محامي، تشتغل محامي. والنبي والنبي يا اخوي، بطل تشتغل محامي لحبيبك او حبيبتك، بطلت يعني ايه تقعد تدافع عنه في كل لحظة وكل حين، وكأنه عيل صغير ولا كأنه طفل صغير. هو بيبي، اه بيبي، بس مش بيبي اللي هو في الحضانة، في فرق بين بيبي كبير وبيبي صغير. ما تجيبش واحد عمال يخونك وعمال يعني يبهدل فيكي، وفي الاخر تشتغلين المحامي بقى. انت كده خروفة ولا انت كده خروف؟ طب انت خروفة ولا انت خروفة؟ امال جاي تحلل الخريطة التوافقية ليه؟ مش لازم تخليك كده حيادي وتخليك صريح مع نفسك، لانك خداعك لنفسك حرام، انك تضحك على نفسك حرام، انك تقنع نفسك بشيء مش موجود في ارض الواقع حرام، ان انا اكذب عليك واقول لك ان الاتصالات حلوه وان الدنيا حلوه وهي مش حلوه يبقى حرام عليا. انا ما هكدبش، انسى، طلعها من دماغك ان انا اقعد اكدب عليك واقعد اقول لك كلام غير الموجود. ده وهم، طلعه من دماغك، مستحيل طبعا، مستحيل. لو حتى هتعمل ايه، مش هكدب عليك. اللي في الخريطه هقوله، والله موجود قليل هقول موجود قليل، موجود كتير هقول موجود كتير، موجود اتصالات سعيده اقول لك ده في السعيده اكتر، موجود النحيس اقول لك النحيس اكتر، في توافق في الامر الفلاني اقول لك في توافق في الامر الفلاني، مفيش توافق اقول لك مفيش توافق. اللي قدامي في الخريطه بحكيه، اختراع من عندي، مفيش حاجه اسمها اختراع من عندي، ان انا اضيف من دماغي ومن مخيلتي المريضه. انا ما عنديش اي خيال مريض خالص، واحد زائد واحد يساوي اتنين، اتصال زائد اتصال يساوي معنى بس، كوكب في مكان زائد كوكب في مكان بينهم خط له معنى. لازم الناس تفهم الكلام ده، لازم، دي اسس مهنيه واسس مش عارف بطيخيه، لازم انت تكون فاهمها في دماغك. اما بقى ان انت تيجي عايز يعني بالعافيه خالص هتخليكم انتوا الاثنين علاقه توأم روح، وزحل عامل اتصالات، والمريخ عامل اتصالات، والزهره تربيع الزهره، والدنيا خربانه، وفي الاخر تقول لي لا احنا توأم روح. توأم روح مين بس الله يهديك؟ توأم روح وانتم مكفرين بعض كده؟ هو في توأم روح بيكفروا بعض؟ مفيش الكلام ده. لذلك انا لا ابرر كتير لاي شخص، هو انا بقول لك في كده 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 تساوي كده كده كده، شكرا، اللي انت عايز تعمله اعمله بس، هي دي نتيجه الكشف، هي دي نتيجه التحليل بس. انت بقى هتاخد فتره قبل ما تستوعب، هتاخد فتره. ويا ما ناس زعلت معايا، انت ليه تقول كده؟ يا عم خلاص انا مش بدي حاجه، انا مش عرفني هو مين ده، ولا مش عرفني انت مين اصلا، مش ضراني انت مين ولا هو مين، ما اعرفش عنكم شيء، انا اعرف قدامي كواكب مرسومه وبس، ما ادي اللي انا اعرفه. فلذلك يا ريت كل واحد فيكم او كل واحد من الناس اللي تيجي تحلل عند الخريطه التوافقيه تفهم النقطه دي، العلاقات السامه لا يمكن احياؤها، العلاقات الكرميه لا يمكن تعديلها، هي معموله علشان نخرج منها. هو انتوا عملتوا زي الصينيين، زيك زي الصيني كده، عايز تاكل العقارب وتاكل الحيات وتاكل الافاعي وتاكل كل شيء، كل حاجه تقابلها في حياتك تاكلها، ما ينفعش تاكل الخفافيش. نفس اللي بيدور على احياء للعلاقه السامه نفس اللي بيدور على اكل الخفاش بالظبط. انتوا الاثنين ما تتفرقوش عن بعض، انتوا الاثنين نفس السلطانيه، نفس الطاسه، نفس كل حاجه.
علاقة كرمية خلاص اطلع منها، علاقة سامة خلاص اطلع منها، ناشب في العلاقة لا كأنه هو آخر واحد في الكون. ورحت عملت أنا فيديو تاني عن الطلاق ما بين المهد المنتظر وما بين المسيح الدجال عشان نفهم البني آدم اللي قدامك يا عم الحاج الله يهديك، انه مش هي دي العلاقة الأخيرة، ومش هي دي آخر علاقة في التاريخ، ومش مش هي دي آخر علاقة في الجغرافي. فيش فايدة يعني، مفيش فايدة. بس ف يعني اي حد داخل في علاقة سامة او اي حد داخل في علاقة كرمية، انا مليش اي نصايح كتير اقدر اقولها خالص، ما عنديش اي نصايح الا انك تطلع من العلاقة دي. طيب انت عايز تكمل فيها كمل، بس انا مش مسؤول عنك ولا ليه اي دخل فيك، انت حر، دي حريتك الشخصية. انت زيك زي الواد اللي نكب الكرة الارضية وراح كل شوربة الخفافيش، نكبنا منه لله يعني، اللي جاب الكورونا وراح كل شوربة الخفافيش ولا ما ادري ايه الحاجات اللي بياكلوها المعفنة دي، انت زيك زيه كده بالظبط برضه، رايح في العلاقة السامة ورايح تاكل فيها ورايح تعيش فيها، مش عارف تطلع منها، مش عارف تبطلها. فالولد بتاع شوربة الخفافيش انت وهو، انتوا الاتنين نفس المعنى ونفس كل حاجة، هو بيعك وانت بتعك، هو طفص وانت طفص. بس ادي كل ما في الموضوع، في علاقات صحية وفي علاقات حلوة، في علاقات مناسبة، في علاقات آمنة، في علاقات سهلة، في علاقات تمشي فيها كده بسهولة وبسلاسة ومش محتاج تقعد تبرر كتير وتفسر كتير. أما الناس اللي عندهم يعني شوربة خفافيش وعايزين يفضلوا قاعدين في شوربة الخفافيش، لا 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 لا، انتوا الاتنين يعني نفسكم سيم سيم، نفس القصة. فأرجو إن المخلوقات الفضائية والكائنات الفضائية تفهم انه لا يجوز اكل الخفاش، ولا يجوز اكل الثعابين والعقارب والنمل والحشرات، وفي نفس الوقت لا يجوز انك تستمر في علاقه سامه وفي علاقه كرميه. في اختراع ربنا خلقه اسمه الطلاق، اختراع، ده اختراع من عند الله، وهي الحياه هتعيشها مره واحده بس، مش هتعيش تاني 9000 مره، ولا في دار اسمه ما فيش اللي هي الحياه القادمه، ولا دار الحياه القادمه، ولا الحياه السابقه، ما فيش الكلام ده، هي حياتك دي هتعيشها مره واحده بس، انت اتخلقت مرة واحدة، هتبعث وهتتحاسب مرة واحدة بس، مفيش بقى تكرار روح ولا تناسخ ارواح، ولا هتيجي في بيت تاني ولا في مكان تاني، انسى. وان روحك تطلع وتنزل في جسم تاني وتتخلق من اول وجديد وتبعث مرة اخرى، اه لا، ده فيلم بقى ومسلسل اول وجزء اول وجزء تاني وجزء تالت وجزء رابع، وقصة طويلة شوية. احنا كده هنكمل المسلسل لحد 600 حلقة، احنا كده هنغلب مسلسل سيمبسون، ما ينفعش ما ينفعش، من سنة 1991 لحد دلوقتي وما بيعملوا حلقات، ما ينفعش اعمل حاجة. خلاصة الموضوع، لو انت في علاقة سامة او علاقة كرمية لازم تطلع منها، بس غير كده انا ما عنديش اي نصايح خالص. حتى لو هتدفع فلوس وتقول لي انا هعمل، انت حر، انا ماليش دخل خالص، ماليش دخل،